حققت مملكة البحرين المرتبة 18 عالميا، وتعتبر قفزة نوعية بواقع 36 مركزا. وأصبحت مملكة البحرين بذلك ضمن الدول ذات التصنيف الأعلى في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية وفقا لتقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2024 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بهيئة الأمم المتحدة. وعلى صعيد مؤشر المحتوى الإلكتروني للمعلومات والخدمات، بينت النتائج أن مملكة البحرين أحرزت تقدما مرتفعا جدا ضمن هذا المؤشر. وقد جاء هذا التصنيف نتيجة لمساعي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من أجل تطوير محتوى البوابة الوطنية لمملكة البحرين والقنوات الإلكترونية الأخرى.